تعديلات جديدة على قانون الانتخابات تثير ردود فعل متباينة في الأوساط الحزبية. بعض أحزاب المعارضة السودانية رأت في هذه التعديلات تزويرا مبكرا للعملية الانتخابية، فيما يرى آخرون أنها ربما توفر غطاء شرعيا لكنها ليس حلا لمشكلة السودان. الآن السودان يعاني عزلة خارجية خانقة، الأوضاع الاقتصادية متردية بدرجة كبيرة جدا، كذلك الأوضاع السياسية ليست في حالة مريحة، وبالتالي يعني إجراء انتخابات في ظل هذه الظروف لن تحقق الغرض منها، يعني قد تحقق شرعية قانونية ولكن لن تقود إلى توفر مشروعية سياسية شعبية. لكن الحكومة ترد بأن القانون الذي سيعرض على البرلمان لإجازته يصب في صالح الأحزاب جميعها، وأن الحوار هو الطريق إلى الانتخابات، وإن رفضت المعارضة فهو يتيح بنظرها الفرصة للجميع لدخول المجلس التشريعي، إذ رفع القانون الجديد نسبة التمثيل النسبي إلى 50% بدلا من 40%، كما رفع حصة المرأة من 25 إلى 30%. إننا نريد أن نتحاور لنتفق حول قضايا الوطن، ثم لنمضي لهذا الشعب ليقدم فينا من يريد لحكمه، وبالتالي البديل الآخر أن نمضي إلى الانتخابات وإن رفضت الأحزاب الحوار. الحكومة السودانية تركت الباب مفتوحا أمام أي تعديلات إضافية استنادا إلى مخرجات الحوار الوطني، ويرى مراقبون أن على المعارضة عدم رفض أي فعل ديمقراطي. المعارضة لا أعتقد أنها محقة بانسحاب من الانتخابات، لأنه الانتخابات يعني في معناها الرحب الشامل هي ممارسة ديمقراطية، فكيف تنادي بالديمقراطية وتنسحب بممارسة ديمقراطية؟ الأصل مهما كانت تحفظاتك أن تكون موجود في أي شيء، في أي فعل ديمقراطي في البلد. ولا يبدو أن التعديلات الجديدة التي أجازها مجلس الوزراء السوداني مؤخرا على قانون الانتخابات قد أثارت حماسة المعارضة السودانية التي أعلنت مسبقا مقاطعتها للانتخابات المقبلة. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.